السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة معانا وصفة جديدة، هنعمل كوسة بطريقة مختلفة وجميلة، كلكم هتحبوها ان شاء الله. ولو اول مرة تشوفوني اعملوا لايك واشتركوا في القناة، ويلا بينا نشوف المقادير مع بعض. معانا نص كيلو كوسة، واحد بيضاية، حوالي 3 معالق كبار دقيق، 3 ارباع كوباية لبن. يلا بينا نشوف الطريقة. هنجيب الكوسة نقطعها كده بالطول، المنظر ده. ده شكلها بعد ما قطعناها. هنحط عليها مية سخنة ونسيبها لمدة 10 دقايق. حطينا المية السخنة، هنحط ملح. ايه فايدة بقى المية السخنة؟ ان هنخليها تدبل شوية عشان لما نعمل بقية الطريقة تبقى سهلة علينا ان احنا نقليها. هنبتدي نعمل الخلطة بتاعتنا، عبارة عن البيضاية والدقيق، ملح، فلفل. هنبتدي نقلب المكونات كويس مع بعض. هنبتدي نضيف اللبن شوية بشوية. لحد ما نشوف السمك اللي يعجبنا. ده شكلها بعد ما عملناها، ولا تقيلة ولا خفيفة. جبنا الكوسة بعد ما حطيناها في مية سخنة لمدة 10 دقايق، دبلت شوية، حطها في الخليط اللي عملناه، بعدين حطها في البقسماط وهكذا. وده شكلها بعد ما خلصناها. هنسيبها لمدة 10 دقايق، ربع ساعة في التلاجة، وبعدين نطلعها نقليها على طول. ودي شكل الأكلة بعد ما خلصت، كوسة بانيه. لو عجبتكم اعملوا لايك واشتركوا في القناة.